وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام وخير خلق الله. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، حيث قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، العام الجديد صفحة بيضاء تسجلون فيها أعمالكم، فاحرصوا على كثرة العمل الصالح، واستقبلوه بعزائم قوية ونوايا صادقة وتخطيط سليم. واعلموا أن كل عمل تعملونه، صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، سيحفظ لكم حتى مثاقل الذر منه. وصدق الله العظيم حيث قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. قال بعض الحكماء: الدنيا ساعة بين ساعتين، ساعة ماضية وساعة آتية، وساعة أنت فيها، فأما الماضية والباقية فلا تجد لراحتهما لذة ولا لبلائهما ألما، وإنما الدنيا ساعة أنت فيها فخدعتك تلك الساعة وسيرتك إلى الشر، وإنما اليوم إن أقلت ضيف